أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: سورة القصص. هذه تاني سورة القصص، وسورة الليراه سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء شيء والبا هالك مد هلاك سما يوي إلا وجهه محل لجهد وجهه. قال البخاري: إلا ملكه، إله ملكه سماهنه، ملك الله لا يزول أبدا، ملك إله سبحانه وتعالى ولقي مزول أيه. مرك وجهه معناها لجهد، وبمعنى الملك أي كفسر الشيخ. ويقال وحكال الإله لكفسر وجهه: إلا ما أريد به، كل شيء هالك وحول بامد هلاك سميو، إلا ما شيء ما هني شيء قاس أريد به شيء قالوا لجهد وجه الله. إلهي درتي وحن لو لجهد ووح دمانا يا وبابا يا والدنيا آخرة بقى النفع لهين، الدنيا آخرة بقى نتانا والوقوف السراء المركة وحن نغنى بمعنى الإخلاص. آياتنا إخلاصك أي كشي كين يسو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ. فعميت عليهم كوي ظالمين تاها وحا كقرصومي أو كين دبالي الأنباء أي الحجج أي كفسري حجوينك حجة مهل أيام حجة يوحا يكون أن دعوذان مالنت قيامها مهل أيام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. قال تعالى جل جلاله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك أديق النبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه: لا تهدي مهنون إن كرتد من روحي روحا سو أحببت أجعلاتي، ولكن الله لكن إلهي يهدي من يشاء، إلهي قفك ودونه هنون إن كره. آية داس معناها لو لجيد. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمسي قال أخبرنا شعيب هو شعيب بن أبي حمزة الحمسي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المصيب عن أبيه أبيه ومصيبه قال مصيب حوير: لما حضرت أبا طالب الوفاة. أبو طالب والنبي قادر كي صلى الله وسلم وبارك عليه قيرد مركي أصوى حادرتي جاءه أبو طالب حوي من رسول الله رسولك إلهي أويم صلى الله وسلم وبارك عليه، فوجد رسولك صلى الله عليه وسلم عنده أبو طالب أكتي سوحو كهلي أبا جهل إيو عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة لبدا أضيء صاحب خاص الله أبو طالب وماشى فرية أيو قلت تقي رسولك صلى الله عليه وسلم. فقال رسولك صلى الله عليه وسلم حوير: أي عمي أذرك يو قل لا إله إلا الله، أذرك يو لا إله إلا الله ده كلمة ده وحنك بدلنا لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله يوم حلك كنسبسا إلا قلت أساكو عمل فريسي قل ده لا إله إلا الله ومقول القول كي يقول ومنصوب لا إله إلا الله ده كلمة ده هذير كيو كلمة ده سوحاج لك أذيك أنكو حجيتم بها كلمة ده عند الله إله يكتس أنكو حجيتم كلمة ده سكود واق لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال أبو جهل أبو جهل صاحب الله أبو طالب وحيري إيه عبد الله بن أبي أمية أترغب موحد نعي عن ملة عبد المطلب هذا حالات دي قبل قبلي الدنيا دي وجودا بمرية دينتي عبد المطلب أدمعه يعني دينتم كفر قا كل ما هو قال لماذا كل ما يقوله جهدا. فلم يزل رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم كمزول يعرضها كلمة توحيد وبندقيو عليه أبي طالب وبندقيو ويعيدان اللبدي قال أيقنا هي كلامك هذا الكفاش وما يكسر علينا ويعيدانه أبي طالب علينا ويعيدانه أبي طالب يكسر علينا بتلك المقالة هذا الكاس هو شحن أو مركا كده هي قال لماذا كده فيه هذا الكاس يجون كسر علينا. حتى قال أبو طالب إلى أبو طالب وكيراه آخر ما الذي كي كان وجود دمبيه وكلمهم وجماعة أكتي سفريسي وكل هذا لوحة وجود دمبيه وحكيري على ملة عبد المطلب أموت وحن كده منا على ملة عبد المطلب مركا كفر جي قال لماذا أيو كجيري يدي وأباؤنا الديدي أبو طالب أن يقول إنه يراه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنه يراهنا وادي وحان السبب وها لمن كان صاحب ذا حنا وقرب كيس فردي أي السبب وها مرك قرين الصو ساسو كحن يهيو قرين الصو صاحب كحن ساسو كحن يهيو وحوي وحلاقي يا با سوء الخاتمة والعياذ بالله
inuu sababa qofka ugu noqdo qariinu suu'u suu'ul khaatima, inuu sabab qofka ugu noqdo ayaa suurtagala sidii Abi Taalib qisadiisa aan ku arkayn. Qaala Musayyaba wuxuu yidhi, qaala Rasuulullaahi Rasuulka Alle sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi, wallaahi aan ku dhaartay Allah astakfiranna laka, kuu dami dhaaf dalbe oo kuu dami dhaaf dalbe adeerow, maa muddadii lamunha canka xaggaaga aan layga nahyin, bimacnaa can istikfaarikow, inaan istikfaar kuu sameeyo haddaan la ii diidin istikfaaran ilaahay kaaga dalbow. Faanzala allahu ilaahi wuxuu soo dejiyey la jalla jalaaluhu, maa kaana linnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin walow kaanuu uli qurbaa. Maa kaana linnabiyi, ay maa yanbaqii linnabiy, nabiga uma haboona sala allahu wasalam wabaraka calayh, waladiina kuwii aamanuu ilaahay rusushiisa rumeeyana uma haboona, an yastakfiruu lilmushrikiin, gaalada inay u istikfaar dalbaan, walow kaanuu uli qurbaa, qaraabada ku u saaxiiba haba noqdaan oo aad haba ugu dhowaanaadaane, uma haboona inay gaalo istikfaar alla u weydiiyaan jalla jalaaluhu. Wa anzala allahu ilaahi wuxuu soo dejiyey fii abi taalib, fii shani abi taalib, abi taalib shanigiisii ilaahi uu ku soo dejiyey. Fa qaala wuxuu yidhi alle subxaanahu watacaala lirasuulillaahi rasuulka alle wuxuu ku yidhi sala allahu wasalam wabaraka calayhi, innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa. Marka aayaddaas waxay ku soo degtay bukhaarigu xadiiska u keenay abi taalib, abi taalib ay ka hadliyo nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam wabaraka calayhi, rasuulkeennu wax badan uu la jeclaa adeerkii sida khalqiga dhanba uu ula jeclaa hidaayada, si khaasana hidaayada wuxuu ula jeclaa adeerkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. Laakiin ilaahay qudradiisa wax hor istaagi karaahi ma jiraan, awoodda ilaahay cid hor istaagi kartaahi ma jirto. Qaala alimaamu albukhaari raximahu allahu tacaala, alcudwaanu waalcadaa'u watacaddii waaxid. Erayadaasoo dhan waa isku macno, waa ishaaratan ilaa qowlihi tacaala, ayama alajalayni qadaytu falaa cudwaana calay. Aayaddaasu marka ishaariyo, aayaddaasaa cudwaanku ku soo arooraye. Wuxuu yidhi markaa nabiyullaahi muuse, waa qisadii alqisatu alatii daarat bayna shucaybin wa muusa, waa qisadii dhex martay nabiyullaahi shucayb iyo nabiyullaahi muuse. Marka wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse, ayama alajalayni qadaytu falaa cudwaana calay, labada waqti midkii anigu aan guto, yacni falaa cudwaana calaya, dushayda xadgudu ma ahaninoo layguma xadgudbayow. Labada ajal marka waxaa loola jeedaa waa 8 sano ama 10 sano inaan dhammaystiro, 8 sano inaan dhammaystiro oo ariga iyo xoolahan kuu ilaaliyo 8 sano, ama inaan 2 sano ku daro 10 sano aan markaa kuu shaqeeyo nabiyullaahi shucaybow. Marka Bukhaari wuxuu yidhi alcudwaanu waalcadaa'u waaltacaddii waaxid, macnaha waaxid. Erayadaasoo dhan waa isku macnuu leeyahay sheekhu. Qaala alimaamu albukhaari raximahu allahu tacaala, wa qaala ibnu cabaasin isaguna wuxuu yidhi ulilquwati laa yarfacuhaa alcusbatu min alrijaal wa aataynaahu min alkunuusi maa ina mafaatixahu la tanuu'u bilcusbati uliilquwa. Aayaddaasuu sheekhu ishaariyo wuxuu ilaahay yidhi jalla jalaaluhu, wa aataynaahu qaaruun waxaanu siinay min alkunuus, xagga kaydyaalka iyo lacagaha waxaanu ka siinay, maa ina mafaatixahu shay furayaalkiisa la tanuu'u ay la cuslaanayso furayaalka kaliya, bal khasnadaha waxa ku jira iska dhaafe furayaalkiiya culays laah bilcusbati, jamaaco furayaalka ma qaadi karaan, bal waxa ku dhex jira iyo lacagaha iska daaye jamaacadaasoo ulilquwati awood u saaxiiba, jamaaco badan oo awood u saaxiiba, xataa mafaatiixdii ayay ka cajisayaan, waa mafaatiixul khazaa'in, khazaa'inta markaa furayaalkeeda ayay ka cadhisayaan inay kor u qaadaan. Ibnu Cabaas marka wuxuu yidhi, wuxuu ku fasiray laa yarfacuhaa mafaatiixda, furayaalka kor uma qaadi karaan alcusbatu min alrijaal, jamaaco oo ragga ka mid ahu furayaashii kaliya xataa ma qaadi karaan. Waa qisadii ninkii la dhihi jiray Qaaruun, la dhihi jiray nin maalqabeen uu ahaa, markii horena axbaabta iyo dadka aad ugu xiran nabiyullaahi Muuse calayhi salaatu wasalaam, dadka aad ugu xiran oo aad weliba qaraabo ahaana ugu dhadhow ayuu ahaa jiray Qaaruun. Laakiin fatanahu lmaalu waddunya, maal iyo adduunya fidneeyeen, maal iyo adduunyo ayaa sidaa u fidneeyeen Qaaruun. Qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala la tanuu'u bilcusbati ulilquwa, markuu sheekhu fasirayey la tanuu'u la tufqilu ay cuslaynayso, waa culays ku tahay jamaaco badan furayaasha aysan qaadi karin. Qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala faariqa ilaa min dikri muusa, ayuu ku fasiray sheekhu, wa asbaxa fu'aadu ummi muusa faariqa, wa asbaxa wuxuu ahaaday fu'aadu ummi muusa, nabiyullaahi muuse hooyadiis, hooyadaa qalbigeedii wuxuu noqday faariqan, mid maran, oo muxuu maran yahay ilaa min dikri muusa, nabiyullaahi muuse sheegiddiisa maahana wax kale waa ka maran yahay, ilaa wiilkii markaa waxaa lagu yidhi badda ku rid. Nabiyullaahi muuse markay dhashay ayaa waxaa ilaahay ku yidhi, lagu ilhaamiyey innagaa badbaadinaynee badda isaga tuur. Baddii markii ay ku tuurtay waa hooyo haddii carruurkeedii jecela, sida hooyooyinka carruurtooda ay u jecel yihiine, qalbigeedii oo dhan isaga maahane wax kale ma xasuusanaysaba,
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. الله جل جلاله وحيره وحي بس كتيبه إن الشاع كعد شاع إن كقعد أو يترى وويل كيجي وحسن توقع كجرا ساس يشكتيو إله قلبي هذا سوق جي موية وحي سكتي إن الشاكتو أو يترى وويل كيجي وحسن توقع كجرا مرك الله جل جلاله وحيره وأصبح فؤاد أم موسى نبي الله موسى هو يدي هو يدا قلبي جد وحوا هذا فارغا مد مرن إلا من ذكر موسى نبي الله موسى شيء جد سماهنا وح كلا قلبي جدي ولا جوا يو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكيري الفرحين المرحين يا لولجدا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين لا تفرح قارونو هكبرينو وحن فرح وحلولجدا بمعنى البطري والمرح سيد البخاري وكيف سرعه لا تفرح هكبرينو قارونو هكبرين أو مالكا يا الدنيا دلالالك يدو يسن كسران إن الله لا يحب الفرحين إلهي كوا فرحين تاهو كبر مجعلا الفرحين بخاري وحول المرحين كوا ماركتاي كبرة وأدوية دلالال كيدا وحمو ذا كواسي إلهي مجعل جل جلاله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قصيه اتبعي أثره رات كي سراع لولجلاله وقالت لأخته قصيه وقالت هوية وحي كتري ويلك مركي سنتوقع يكري دي هوية دي نبي الله موسى نبي الله موسى ولالك ولا شيء سي وحي كتري قصيه أيتر بل ويل كرات كيس راع ماشي لقيه إيو ماشي وكدن بين دون وهو يوحنا شيء سنتوق أمبان يساقر دي بدا سنكتو راي وانا كسو تغيه بل ماشي وكدن بي ويل كإيسو فيري أي ولاشي كتري وقالت هوي وحي تري الأخته نبي الله موسى ولاشي سي وحي كتري قصيه ويل كبل رات راع كسامي اتبعي أثره ويل كرات كيس بل راع راع كسامي وحو يرشاخو وقد يكونو لفظي إنه هذا اللقيا ولفظي قصي لفظي قصي وقصص كا إنه هذا اللقيا أن يقص الكلام هذا الكينو كقصيه معناه سنو كوي ماذا قص فلان الحديث هبل وركي وكقصينا وكوي ماذا رات راعنا ولا بدو معنا قرآن كبا واللقيا له شيخ كلية هيو آيات كلو شيخ قرآن كلقيا له اسود دري شدو شيخ وحيري. قال تعالى جل جلاله نحن نقص عليك أحسن القصص سورة يوسف أيو كسو أرورتي قصي الله استعمالي بمعنى قص الحديث وركي الله قصينا يو. قال تعالى جل جلاله الله وحير نحن أنا نقص عليك كاقا قصينا نبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه أحسن القصص قصوين كمدة أقوانا قبضا أيا نكاقا قصينا تاسمرك فعل كيو كيمد بمعنى حيث الكلام هذا الكيو الله قشاكينا يو الله قصينا يو أسوه كيمدو بمعنى اتبع أثرهنا وكيمدا راتكي سراعي سيدا آيادة هذا النسوق هذا نيقصيه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى جل جلاله حكوه رشاخه عن جنوب عن بعد وعن جنابة واحد وعن اجتناب أيضا واسكم عنه ليه شاخه الفاد دا صورا فبصرت به عن جنوب فبص مركي هوية تريبل ويلك راترع كسما ماشو كدن بايو فبصرت به ويلك وأركتي ونبي الله موسى ويسو أركتي ماشو كدن بايو قصر فرعون استقو جوغا وصرت فرعون لغوها يو أي سو أركتي فبصرت به عن جنوب أي كسو أركتي عن جنوب محل لجدا عن بعد ما الفق أي كفيرس إلا هذي أسور دواتو حليها قويس كان عدالي قويس كان عدالي يغن والاقا قرن ولدي قصر فرعون شوغن والاقا قرن قويس كونو داليو نبي الله موسى يكون داك دالي يغن والاقا أسترو فبصرت به عن جنوب أي كأركتي عن بعد وعن جنابة هدي ليران واحد عن جنابة عن بعد ومعنى هذا أيضا وعن اجتنابنا أيضا واسكم معناه اجتناب معنى بعد الفاضل صار اسكم معناه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكيري يبطش ويبطش لبضب والله آخر يقول يا شيخ أيضا فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما فلما أن أراد مركو دوني نبي الله موسى أن يبطش إنه قبته بالذي هو عدو لهما كيل لبدو ذبع عدو كواها النبي موسى روحا مؤمنكا كيل قال كهيو لبدو ذبع عدو كواها مركو قبته وقع عنتها يقول مركو دون يي شيخ مركو حلو ويبضش يبضش نوال أقري وقراءة أبي جعفر قراءة أبي جعفر من العشرة أسوى عشرة وكم إذا أبي جعفر ضدك هران وكم إذا أبي جعفر كوحاب اللي يراب أم السلامة أد عيسي قاريقا أبي جعفر وحيرها العلمدو أم السلامة أم السلامة أد عيسي زوجة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ووحى اللي سوى الصقيرة أوير aya guriga ay ku aragtay isagoo soo la soo galiyay oo abihi gacanta hayo markaas waxay tiri wiilkan maxaa la yiraa Abi Jaafar al-Makhzumi al-Madani madaxii markaa u salaaxday markaas u duceysay fa balagha ma balagha nashu gaaray aya ilmigiisa hatta kana min al-qurra' al-ashara
إلى قراء عشرة وكمد النقضي أبي جعفر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى شيخ حكوير يأتمرون يتشاورون أي لجهد إن الملأ يأتمرون بك أي إشارة شيخ وحوير ننك مركب أسو يعني حم ورمي نبي الله موسى وركي يحنتي أكيني وحوير إن الملأ جماعة يأتمرون بك يتشاورون بك أذيك شوريين نبي الله موسى أذيك شوريين سيكود دلي لهايين يسيدي مقالة كاقة ساري لهايين أي كشوريين أي كتشانيين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى شيخ حكوير تأجرني إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج هذا سو شيخ إشارة وحوري نبي الله شعيب وهشيسك الحمر نبي الله شعيب يا نبي الله موسى نبي الله شعيب أمرك وحوري إني أريد وحندوني أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين لابد إذا قبل وضع أن دالي ميت كمدة إنهم كوغوريون كوغنكا حيو نبي الله موسى أيان دوني على أن تأجرني ثماني حجج لكن بشرط سدات سنة إن هذه الشقينيس سدات سنة مركز إيش غيسان قبل إذا مركز أن كوغوريون مركز بخاري محوكو فسري تأجرني تأجرني يقال وحال ليلا تأجر فلانا تعديه أجرا تأجر فلانا هبلاد أجرسينه تأجر فلانا هبلاد أجرسينه تعديه هبل وحاتسين أجرا مرك ماشي وحاك وجرته بمعنى الإعطاء فعل كان وحو قبا بمعنى الإعطاء على أن تأجرني إن أجرئي سينيسو ثمانية حجج سدات سنو إن أجرئي سينيسو شقدو دو سدات سنو شقدو دو إن أجرئي سينيسان قبل إذا كون نكاح إنساسو نغن مرك تأجر فلانا تعديه أجرا ومنه معناها سو حاكم يرو شاخو التعزية يا كمدة تعزية دي ومرك اللي قلت تعزية محالي لي أجرك الله أجر الله كسي إعدا كجر سينا كجر فعلك أجرك الله أجر الله كسي بمعنى الإعطاء بمعنى الإعطاء وفعلك يسوي نقواه كله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الشاطئ والشد واحد وإسكو معنى الله بداس إري معنى هذا وهما ضفتا وعدوتا الوادي فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة آيات داس الشيخ إشاريو قال تعالى جل جلاله إلهي وحوير فلما أتاها نبي الله موسى ماشي افتنكو كبحي مركو يمد نودي والله رواقي نبي موسى من شاطئ الوادي من شاطئ الوادي محلو لجي دامرك أريق الشاطئ والربين ونوشيه وحوير الشيخ الشاطئ والشد واحد معناهما واحد لابد أري معنه ذو واحد معناه مركب محلو لجي دامرك وهما لابد أريو شاطئ يشد ضفتا الوادي وعدوتا الوادي وادي قال لبدي سدنعو ساسا لولجي ذاه كل شيخ عيد معنيه ذو مركا عيد معنيه ذو مركا محين نغان فلما أتاها نودية من شاطئ الوادي وادي قال لني عيسى اللو قرد واقعي نبي الله موسى نبي قال لني عيسى أي اللو قرد واقعي الشاطئ والشد واحد وهما ضفتا وعدوتا الوادي ضفتا الوادي وادي قال لبدي سدنعو وعدوتا الوادي وهذه الذي سرنا نعم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكوير آنس أبصر يا للجهد آنس وار أبصر آنس من جانب طور نارا وقصة النبي الله موسى والشيخ كشكين آنس وارك النبي الله موسى من جانب طور نارا من جانب طور نارا جبل الدور لنعيس حكارك افتين نار يضب حيا أيو أركيو فوجد النبوة ماشا علماء يرى النبي النبوة كسوها هليو أراد جدوة فوجد النبوة جدوة دون يدنبل يرميش كسو قاتو مركز ميش النبي النبي كسو هلي ألا النفحات كي سساسي أدويه عدو لدونه عدو إله النفحات لدونه وقت دير أمباهنا وقت دير أمباهنا هدي إله النفحات وكل لدونه آنس أبصر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى شيخ حوري الجدوة قدعة غليظة من الخشب ليس فيها اللهب والشهاب فيه اللهب ساسي كوكا لدوين وشيخ كلية أرغى جدوة لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار أما جدوة من النار والله بقرأ سبعيتانه لعلي آتيكم منها بخبر وحا دعي كرتماشا افتينك كبحيو إنا ورء إذن كاكينوير نبي الله موسى ورء يان إذن كاكيني أو أما جدوة من النار أما جدوة النار تكمد عن إذن كاكيني جدوة ذا محيطها مرك جدوة وحور الشيخ الجدوة قدعة وقيب قيب تاسو غليدة أذك قيب أذكو قروين قيب تاس أذكو من الخشب قريئة قيب تاس أذكو ليس فيها دحدة اللهب هلع أسن كسقنين وقرق مركو الشدن يهو الضب ليا لكن أسن هلعين
qorogu markuu shidan yahoo dab uu leeyahay dhuxul uu leeyahay laakiin uusan holcaynin ayaa loola jeedaa huri jidwa laysa fiiha lahab shihaabna maka duwan yahay ereyga shihaab wuxuu yihi sheekhu washihaabu fiihi lahab isaga shihaabku isaguna waxa weeye dhimbil weeye laakiin holcu wataa shihaab holc saasuu ku kasa saaray sheekhu qaala alimaam albukhaari raximahu llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacala sheekhu wuxuu ku yidhi kaannahaa jaannun wallaa mudbira falamaa ra'aahaa tahtazu aayaddaasi ula jeedaa falamaa ra'aahaa markuu ushii arkay ushii dhulka ku dhufo markii la yidhi nabiyullaahi muuse ushii markuu arkay tahtazu iyadoo ushii dhaqdhaqaaqayso abeesa noqotay kaannahaa waaba iyadoo jaannun iyadoo abeesaah oo kale markuu arkay nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi sheekhu walxayaatu ajnaas abeesooyinka iyagaa dhowr jinsi dhowr jinsi dhowr nooc iyagaa u qaybsamuu yidhi aljaannu nooc la yidhaaha jira waalafaaci waalasaawidu waa anwaac min alxayaat waxaasoo dhan anwaac abeesooyinka ka mida marka nooc abeesada ka mida oo jaannun marka la leeyahay nooc abeesada ka mida ayaa ushii noqotay waa mucjiza min mucjizaati nabiyullaahi muusa qaala alimaam albukhaari raximahu llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala rid'aa muciinaa ayuu sheekhu ku fasiray fa arsilhu macii rid'aa waa ducadii markaa nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam fa arsilhu macii ilaahu micigayga diruu yidhi rid'an muciinan lii fi dacwa ula jeeda ruux dacwada igu gacan siiya oo diinta faafinteeda iga gacan siiya oo ii kaalmeeya ilaahu micigayga diruu qaala bnu cabaasin cabdullaahi bni cabaas isaguna wuxuu yidhi yusaddiqunii yusaddiqunii biduuni tafsiir wax kalena ma daba dhigin aayaddii nafteedii uu sheekhu ka sheekaynayo dee tafsiirba ulama jeeday xagga qiraa'adu ula jeedaa sheekhu xagga qiraa'adu ula jeeda bimacnaa qara'a ibnu cabaasi birafci ibnu cabaas wuxuu akhriyey fa arsilhu macii rid'an yusaddiqunii birafci waa goday ibnu cabaasoo rafcaas waa qiraa'atu xamsa walcaasimu qiraadii caasim xamse ay akhrinayo jasmaha waxaa akhriya jumhuuru lquraa quraada intooda badan yusaddiqnii ay akhriyan way jasmiyeen jumhuuru lquraa qaala alimaam albukhaari raximahu llahu tacaala wa qaala gayruhu ibnu cabaas gayrkiisu isaguna wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala markuu fasirayay sanashuddu cadudaka sanashuddu cadudaka biakhiika sanashuddu cadudaka muruqaaga waa adkayn doonaa waa xoojin doonaa nabi muusow biakhiika wa adiga yidhi dacwada qof aan u kaalmaysto ilaahu ila soo dire walaalkaa oo haaruun aan garab kaaga dhigaynaa walaalkaa oo haaruun ayaan garab kaaga dhigaynaa hun kugu xoojinaynaa maxaa loola jeedaa wuri kayrku marka sanashuddu maxaa loola jeedaa sanuciinuka waa ku kaalmay doonaa nabi muuse ruuxu dacwada aad u kaalmaysato ayaan kula diraynaa wuxuu yidhi sheekhu kullamaa cazazta shay-an mar walba oo shay aad xoojiso faqad jacalta lahu shayga cadudan muruq ayaad u yeeshay waxa haddaad xoojiso waxa adoo muruq u sameeyo kale lamid taha yuhi sheekhu qaala alimaam albukhaari raximahu llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala maqbuuxiina muhlakiina ayaa loola jeedaa waatbacnaahum lacnatan fi dunya wa yowma alqiyaamati hum min almaqbuuxiina taasuu ishaari wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana hum nimankaa daalimiinta ah min almaqbuuxiina maalinta qiyaamahana maqbuuxiintay ka midin maqbuuxiin maxaa loola jeedaa muhlakiin maalinta qiyaamana dadka naarta lagu halaagayo ayay ka mid yihiin wa qaala tacaala jala jalaaluhu ilaahay wuxuu yidhi jala jalaaluhu wasalnaa walaqad wasalnaa lahum alqowla sheekhu wuxuu yihi walaqad wasalnaa lahum alqowla tafsiirkeedii maxaa loola jeedaa bayannaahu qowlkii waanu caddaynay wa atmamnaahu qowlkii waanu taam yeelnay ayaa loola jeeda qaala alimaam albukhaari raximahu llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shay markuu fasirayay awalam numakin lahum xaraman yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shay awalam numakin lahum xaraman xaram ma aanan dejin miya dhulkaas barakaysan oo xaramka ma aanan dejin miya yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shay oo wax walbo caalamka ka baxo mirihii xaggiisa loo keenayo wax walbo caalamka ka baxo iyagoo dari ah mirihii ood u malaynayso hadda inay geedkii ka soo go'een ayaad ku arki magaalada maka in laga keenay sheegado waa ducadii nabiyullaahi ibraahimu ilaaha ku mannaystay subxaanahu wa tacaala awalam numakkin lahum xaraman aamina soo ma aanan dejin xaran aamin ah yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shay yujlabu loo soo jiidayo xaggiisa miro walba loo soo jiidayo qaala alimaam albukhaari raximahu llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi badirat markuu fasirayay wakam ahlaknaa min qaryatin badirat maciishatahaa wakam ahlaknaa min qaryatin qaryo badana qaryadaasoo badirat maciishatahaa badirat maciishatahaa maxaa loola jeedaa ashirad ku qooqday nolosheedii qaryo badan oo ku kibirtay risqigeennii aanu ku irsaaqnay uu ilaahay leeyahay jalla jalaaluhu oo markii aan halaagnay markay qooqday badana qaala alimaam albukhaari raximahu llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi fii ummihaa rasuula
في أمها رسولا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا وما كان ربك ربك ماها مهلك القرى قريوين إلهي مهلاغو إسكمهلاغو حتى يبعث إلى أصدره في أمها قريوين كاس هو يدود مد أصل كودا للجد أقوين مد أقوين أصل كودا رسولا ورسول الله كسو سارا وحور الشيخ مركة أم القرى أم القرى قريوين كهو يدود مد أصل كوا ومكة وما حولها يا للجد ومقال هذا مكة لأن عيال كذا قريوين كا أيال للجد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكير تكن تخفي أيال للجد وربك يعلم ما تكن صدورهم وربك ربك يعلم أكسونيه ما تكن صدورهم لا بهود وحي قرنيا قف البوح قلبي وجرة إلهي وأجه جل جلاله تخفي وكفسر شيخه تخفي قف البوح الله به سقرنيا ربك وأجه يقال وحل يراه رشاخه أكننت الشيء أخفيته وكننته أخفيته وأظهرته فهو من الألداد مرك ما لها اللغة إيراهان وهي ألداد أفعاش ألداد وكم من نغانا سيدة بخاري كوفة سريوي ألداد وكم من نغانا شيخ وحويري يقال وحال ليرا أكننت الشيء أخفيته ومرك أفعال لغا سارو أكننت الشيء أخفيته شيء ينقري هيا هدنا ثلاثي كسار همزة كحدف ثلاثي كسار وكننت هنا أخفيته وانقري وأظهرته وموجي فهو من الألداد مرك هذا ثلاثي كسر تشيخ وحكري ألداد كم إذا أفعاش ألداد الليرة أفعاش ألداد الليرة وحوية غنان وهل فعل ألغف السرى يولبا مع أنه إسكس ورجده كالليدة أسمادنا وكجرة أسمادنا ألداد والنغطة أفعاشنا ألداد والنغطة فعل ثلاثي مرك اللي قصاروا الليرة كننته وحي وانقرينا والنغطة وحي ما أنقرينا بنان كان صادقنا والنغطة ومرك ثلاثي هيو لكن الشيخ وحكري هدو أكننا نغطة أفعال اللي قصاروا واقرية بسوا أفعالها دي اللي قصاروا ساسوي أسمادنا وكجرة أريقا جونا كميدا أريقا جون جون ألدادو كميدا أريقا الجون بمعنى الأسود وبمعنى الأبيض جون كوحال ليرا وحعادنا والليرا وحمدونا والليرا مركة أسمادة ألدادنا وكجرتا أفعاشنا وكجرتا أفعاش ألدادو كميدا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكيري ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويكأن الله مثل ألم ترى أن الله أوكلو ساسو كفسر ويكأن الله ألم ترى أن الله أكل المتا ألم ترى سو ما أركن أن الله إلهي يبسط الرزق إرزاق قد إلهي إنه فيديو واسعيه لمن يشاء عد دونه كاسو من عباد إلهي الضومدي سكمده ويقدر عد دوننا إلهي عرير وقرده يوسع عليه ويضيق عليه عد دوننا إلهي كركيس رزق واسع وقرده ويضيق عليه على من يشاء وفكو دوننا إلهي رزقه وقرده عريري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا من كان باب قال تعالى جل جلاله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قال تعالى جل جلاله الله يحفر إن الذي قال أيوك قسر دون أمرك معاد بلن قاضي جل جلاله إنه رسولك سدب قسر عليني صلى الله وسلم وبارك عليه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل هو المروزي قال أخبرنا يعلى ويعلى بن عبيد أولا جهد أمرك أسوكالي مربع هذا صفيان سفيان إلا كقاضي سفيان بن الدينار سفيان بن عيينة ماها سفيان بن سعيد سفيان الثوري ماها وسفيان كلا إلا سفيان بن الدينار العصفوري لما حديث بسونا كله يكتاكو ما بضنا ما بأننا سومر الجير من سيدة بضنا نادر كوي ماذا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان هو سفيان بن الدينار الكوفي وليس له في صحيح البخاري إلا حديثاني كتاب كرنما لما حديث أي كله يمد كتاب الجنائز أيام كسوة قادنا كيلا بعدنا وابكنا كبعدنا ما بصول الله بنا يبا شيخا سفيان بن الدينار الكوفي العصفري نبات كاسا يبين جير الشيخ عصفر نبات كاسا يبين جيريو نبات كاسا شيخا لو نسبي نسائقنا هل حديث كلي نسائقنا كما بضنا حتى هل حديث أيو نسائقنا كلي هاي وشيخا ليرا سفيان بن الدينار الكوفي العصفري هورنا حتى كهر وانسو قادنا سفيان مرنا هدي ليرا ما ببطنا بس سفيان كسحي البخاريو وابا أفر سفيان وقبا بخاري وأفر سفيان umbo qaba labada mar walba nagu soo laalato iska mashhuurka ah oo la wada yaqaan wa Sufyan ibn Sa'id Sufyan al-Thawri iyo Sufyan ibn Uyayna kuwaas waa mashhuur 10 ay ka khaliyeen waa bayr yahay 10 ay ka khaliyeen labada sheekh waa bayr yihiin midka saddexaadna waa Sufyan ka hadda aan qaadanayno Sufyan ibn Dinar al-Usfuri kan afraadna waxa weey waa Sufyan ibn Abi Zuhair Sufyan ibn Abi Zuhair kitabu bad'il khalqi aan ku soo marnay Sufyan ibn Abi Zuhair oo afartaasba
سفيان كتاب كل جربه أفر تاسو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان العصفوري عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى لرادك إلى معاد قال إلى مكة معادك مكة لولا كذا ساسو كفسر أنت أسو كربي. قال وحور ابن عباس مركو إلى معاد فسر يجي إلى مكة لرادك إلى معاد معاد وديبك ويلنا مكة لولا كذا مكان الله وشدة وحوي ومكة لولا كذا قال هذا مكة هذا كاسر عن قالدو أن يديبك وسر علينا إنه إلى هنا وأحق يجي جل جلاله نبي صلى الله وسلم وبارك عليه وتنبي جن قبتي قال هذا مكة صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة العنكبوت هذه مدني سورة العنكبوت وسورة الليلة سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال مجاهد وكانوا مستبصرين في تفسير قوله تعالى قولك إله مركو فسيري وكانوا مستبصرين وزين لهم الشيطان وأعمالهم فسدهم عن السبيل. شيطان الله جل جلاله حول أعماشه ذي فاش حميد قرح وقردقي أعماشه ذي فاش حميد أيو أقرحي فسدهم عن السبيل مركز الشيطان كجدك كالليحي وكانوا وحي مركز النقدين ظالمين تي مستبصرين النقدين مستبصرين محلو لجدا ضلالة كوى باديوبي مركز الشيطان جدك في عنا كالليحي ضلالة كوى باديوبي أي النقدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال غيره غير مجاهد مجاهد غير كيس يساقنا وحويري في تصير قوله تعالى قولك إله مركو فسيري الحيوان والحي واحد أيو لجدا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة دارت آخره لهي أيضا أمبا مربها الدين لسود حقليه يعني مبتدها يا خبرك أنت قل حياة ضمير الفصل لها الدين لسود حقليه ضمير الفصل قاسوا إشارة إلى الحسر وعلم قبل هذا مركل الجوغو ضمير الفصل قاسوا حلقوا إشارة حسر وفايدية كوبيت أيضا مركب معنى ذو محاين نغن وإن الدار الآخرة دارت آخره لهي كليجيت أي الحيوان نرش نبتاه نول الواجر تأدي يدا لكن فكأنها كالعدم فكأنها كالعدم وحين جرينا الله قصه قادم مركة حسري أي إلهي جل جلاله نلش آخره يعني على طريق الحسري وإلهي كوكاني على طريق الحسري أي إلهي كوكاني وإن الدار الآخرة لهي يدا أمبا الحيوان كليقت أي النولل وحي الشيخ مركة الحيوان والحي واحد اسكو معنوي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكوير فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال إلهي جل جلاله فلا يعلمن الله الذين صدقوا إلهي مركو ضدك امتحان أي امتحانك حكمة اللولجه ذو حوي كو إيمانك ذكر شيقي أيو إلهي أغانا ولا يعلمن الكاذبين بين على ياشنا إلهي وأغانا. بخاري مركو حوير علم الله ذلك إلهي هروب أوغا ذلك وإشارة إلى صدق الصادقين وكذب الكاذبين هذا أول بإلهي هروب وحوري فليميز الله إلهي وكل سوعة درجة دي آياتات الدنيا ده هلو كل سوعة أنه إلهي نتصى لكن سوه هروب أوغا ساسو أيضا كفسر الشيخ يسوي إلهي جل جلاله هروب أوغا هاي كل سوعة فليميز الله إلهي إنه كل سوعة بين الصادقين وبين الكاذبين للخلق خلق إلهي وكل سوع ساسا أيضا معنى دلول جل ما هني إلهي علمي سقدم كوك أقادي جل جلاله كقوله تعالى آيات لم تهيري ليميز الله الخبيث من الطيب وحو إلهي أرنك أصمينا ليميز الله الخبيث من الطيب قفك حن إيو قفك وناكسن إنو إلهي كل سوع ساسا أيضا إلهي وعلم الظهور علم الإظهار والتمييز لو لم تجد هدو إلهي بعد الاختبار إلهي وحو قادة لو لم تجد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكير أثقالا مع أثقالهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يحملن وحي حمباريان أي حمباري دونان أثقالهم عليس يالكود وأثقالا عليس يكلنا وحمباري دونان عليس يداسو مع أثقالهم عليس يالكود معيقو ذهاتم حالو لجدا عليسك عليسك معنيه أوزارا مع أوزارهم ذنوب أي حمباري دونان ذنوب تاسو مع أوزارهم ذنوب تودي لجرته دم بقودنا وأقوني أوزارتي ضدك أي فتنين أو جدك حن أي كخلدين أو جدك حن أي جد وناكسن أقرد لغينا والله عقابي دونا وليس كاس إيقنا ويالن دونا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة الرومي
هذه هي سورة الروم وسورة الليلة وسورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال مجاهد المجاهد وحير يحبرون ينعمون. أي شيخ وكف السري. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. هذا شيخ وكف الشاري. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات كوي إلهي رسوشي سرمي وعماش صالحات كالسميي فهم في روضة بيرتي جنو أيا يحبرون ينعمون. الله قل نعمية بيرها جنو أيا الله قل نعمية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ الحكويري: فلا يربو فلا يربو وما أتيت من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وحي أدربا أو زيادة أدخد البيسان أو أدربا أدبحسان فلا يربو ما كبعه أو ما زيادة عند الله إلهي أكتسكم مكبعي وحربدا أدبحسانه. وحير مركز شيخه: من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها. ده مركز شيخه ليه: من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها. وحو أرجي ذا ربدي عادي هذا حرامت ولم أجي ذا ربا الهدية ربا اللي راها جرته وربا حرامت أنا هين تاسو إشاري شيخه ربا الهدية ذا محايا هين ربا الهدية ذا معنه ذا وحوي بمعنى أن تعطي هدية قفك وين هذا هدية أتسيسه تريد أضعافها. فهو مثلا بقول دولار أدو هديني وحالا بقول كان دولار وكو هدي قلبك محاكا يجير رأسوين ما أنت هدحوا يا أحباد سيسي ما ألينك لمركو ميالكو قاركو أما قريو كووي مادو لا بقولها كفسي تاسي وحي دهان يعني وحي راهان ربا الهدايا ربا الهدايا تي ربا النسيئة فقه قلوي قيني وربا النسيئة يا ربا الفضل معها وربا الهدايا ربا اسمرك ربا الهدايا وكفسر الشيخ آيدي فلا يربو عند الله بدل ليه ربا الهدايا اي كفسر وسمالد ماشي دهان صح سعن كو غدي دهان مو قف واحد او غينايان روحان قف كم حد او غين ما صح سعن كو غين ربي رين واسنا اسيو ايا ربا مرك هدا اخلاصك يا داوعمي اخلاصك ايا داوعمي مرك قف هدا وخ بخينايسو مال او كا بخي عمل ولب هدا سمينايسو لاجل الله انا الهي درتي صبح يسو بخاري مرك و خوير من عدا قفكي واحد بحيوير يبتغي حاله الرادين يو أفضل وحكا الزيادة بضان بمعنى مما أعطى وحو بحيي وحكا بضان والربا فلا أجر له يوير قفكا سأجر ما له يوير فيها في الهدية هدية ذا سأو بحيي وحا سأو بحيي وحا أجر كهل ماي لأنه قلبي محاو وجري مركو يعني وحب بحناي بركب بضان هكو سيو فلا يربو عند الله يسو قلي يوير فلا يربو عند الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى جل جلاله في تفسير حكير آيات دويري: يمهدون يسوون المضاجع ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ومن عمل صالحا عمل صالحا قلدي السماية فلأنفسهم قلد أصنف في الكود أمبي يمهدون أفراشيا فراش كي جنو يا فراش كي قبرك هذا سيها كسنة يري الله جل جلاله هذا عماش صالحات كسما يسوه عدك لأمد دنيني ست هذا فراش كاجي قبرك إيه فراش كاجي جنادا هذا قوم بس كده نيني وقولنا أيوه فلأنفسهم يمهدون محل الرجدة يسوون المضاجع ملا أي جيفتان أيجا هذا السماء سنة يسمى نيو هذا السماء يو هجاك سنة ملا تسيحات ماشي قبرك أتكجي حن لهيد أيد هجاك سنة مركز عمل كصالح السماء ليش جنادا ماشي أتكجي فن لهيد أيد هجاك سنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ حكيري: الودغ المطر ودغي وحلو لجداه مضرك فترى الودغ يخرج من خلاله يولجدا فترى وحدرك الودغ روبك أيادرك يخرج من خلاله خلال السماء مرة الضرورة تحيالك الضرورة تحدي هذا أياد حارك روبك وكسب بحي ودغي وحلو لجدا المطر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن عباس ابن عباس سيقول وحير في تفسير قوله تعالى: هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. قال ابن عباس ابن عباس في تفسير قوله تعالى مركو فسره: هل لكم أدين كما يدين سقنا دويرة الله جل جلاله يعني مثل كان يتصالها آيات أي كهذا ليسو وحتصال الله سوقاتي ذاتك قال هذا إلهي غير كي عابودية ذاتك قال هذا إلهي غير كي عابودية أي إلهي تصال عجيب وسوقاته إلهي وحويري هل لكم أدين كما يدين سقنا دي مما أي الذي كي حقي سمدين كي سقنا دي ملكت أيمانكم مدقيالكين أي ملكيين أو عضوما دي addoomada adinku aad iska leedihiin ma jiraan min shurakaa kuwa shirka idinku la ah ma jiraan fiima razaqnaakum guriga aan idinku irsaaqnay xoolaha lacagaha idinku irsaaqnay addoomadiina ma dhici kartaa inay idinku qabsadaan oo dhahan shirkan idinku lana waa addoonki adigu ku hoos joogay oo addoonsanaysay
qofka jawaabta uu bixinayo waxa weeye suurtagal ma addoonkaygu inuu guriga ila sheegto ilaa shirkan kula ah see marka ilaahay jalla jalaaluhu oo koonkan dhan abuuray iyo waxa ku dhex jiraba abuuray see u leedihiin weeye waxbaa shirka kula ah ilaahnimada iyo cibaadada see u dhahaysiin wey addoommo ducafaahu isagu abuuray see u dhahaysiin oo caqli ma geli kartaa wey diinta ka sokay inaad tidhaahaan ilaahay la mid yihiin wey marka waa mahal cajiib ilahay wuxuu yihi hal lakum mimaa malakat aymaanukum addoommada midigyaalkiinu milkiyan ma idinkaga sugnaadeen min shurakaa'a kuwa shirka idinla ah ma jiraan fii maa rasaqnaakum xoolahaan idinku irsaaqnay fa antum fiihi sawaa oo marka aad ku siman tihiin oo addoonku uu leeyahay waa ku simannahay guriga aad leedahay lacagta jeebka kugu jirta waa ku simannahay ma dhici karta wey bukhaari marka wuxuu yidhi fil aalihati wa fiihi haadihi alaayatu aayaddan waxay ka sheekaynayahay ka hadle fil aalihati asnaamta aalihada ay u yaqaanaan iyo wa fiihi fillaahi asnaamtiya tusaale looga soo qaatay iyo ilaahay subxaanahu watacaala maxaad yacni alla kale u barbar dhigteen wey marka mathalka tusaalaha taasi usocotaa uleeyahy bukhaari haadihi alaayatu fi laalihati aalihada asnaamta ay caabudayaan iyo wa fillaahi ilaahay jala jalaaluhu ayaa ayaddu ka hadli takhaafuunahum weliba idinkoo ka baqaya addoommadii ma dhici kartaa addoommadii adigu aad isku leedahay in maalkii shirka kula noqdaan oo hadii haddana aad ka baqdaan takhaafuunahum see looga baqi baqidda maxaa loola jeedaa an yarithuukum inay idin dhaxlaan aad ka baqaysaan kamaa sidii yarithu bacdukum bacda qaarkiin qaarka kale sidii u dhaxlo ayaad waxaad isleedihiin ama guryahan iyo hantidan haddana kaala wareegaahu kaa dhaxlaa markaad laata dhaxalu kama baqaysid see marka ilaahay jala jalaalah waxu barbar dhigaysaa u qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacaala fi tafsiiri qawlihi tacala sheekhu wuxuu ku yidhi yasaddacuuna markuu fasirayay yatafaraquun yowmaidin maalintaa qiyaamaha ayaa yasaddacuuna dadku ay kala tagaan maanta waa la ysku dhex jiraa laakiin berri waa la kala tegi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir qolana saciiray aadi waa saciirada ay shaqaysteene qolana jannada xaggeeday aadi taasuu ku fasiray bukhaari yowmaidin yasaddacuuna yatafaraquuna maalintaasay dadku kala baxaan oo la kala tagaau wuxuu u deliishaday aayad kale oo lafdu sadci aayad kale oo lafdu sadci uu ku soo arooray fasdac bimaa tu'maru fasdac kala gee bimacnaa fariq tafriiqiyo weli wataa uu ku fasiraa tafriiqu ku fasiray sheekhu fasdac ku kala gee fariq ku kala saar bimaa tu'maru waxa lagu amrayo maxaa lagu kala saaraa bayna alxaqi waalbaatil waxa lagu amrayo nabiyullahi maxamed sal allahu calayhi wasalama xaqa iyo baatilka ku kala saaru marka sadcigu wuxuu leeyahay labada aayadoodba bimacna tafriiq ayaa loola jeeda qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacaala wa qaala gayruhu ibnu cabaas gayrkiisuna wuxuu yidhi ducfun wa dacfun luqataani laba luqow allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba aayaddaasu sheekhu fasiriyo wuxuu leeyahay allahu aladii khalaqakum min dacfin ilaahay waa allihii idinka abuuray taagdarri biyo markii maaragta ahay marada ay kaasoo gaaraan aad iska mayrayso halkaasuu ilaahay insaanka uu ka abuuray jalla jalaaluhu marka bukhaari wuxuu yidhi wa qaala gayruhu ibnu cabaas gayrkiisu wuxuu yidhi ducfun wa dacfun luqataani waa laba qiro oo mutawaatira wey waana la akhriyey ducfina waa la akhriyey dacfina waa la akhriyey qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacaala wa qaala mujaahidun mujaahid isaguna wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala assuua markuu fasirayay alisaa'atu jazaa'u lmusii'iin uma kaana caaqibata aladiina asaa'u suua markuu fasirayay kuwii ciribtoodu waxay noqotay asaa'uu xumaatada sameeyey assuua assuua marka maxaa loo yihi alisaa'atu xumayntu jazaa'u lmusii'iin kuwii xumaatada sameeyey abaalkoodii taasaa laga wadaa kuwii xumaatada sameeyey abaalkoodu iyagana in la xumeeyo laga nixiyo la cadaabow قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير هو العبدي البصري قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري قال حدثنا منصور بن معتمر والأعمش عن أبي الضحى ومسلم كي مسلم أبي الضحى عن مسروق هو مسروق بن الأجدع قال بينما وقت رجل يحدث أشاكين في كندا واسم قبيله قبيلة ذا دحدا سوى كشاكين فقال مركز وحير ننكي شاكين يجيء الدخان قيقا إمانا يوم القيامة مالنت القيامة قيقا إمانا يور شاكوا ذا مركز فيأخذ قيقا سوحو قبنا بأسماع المنافقين munaafiqiinta markaasi dhegahoodii ayuu qabanaa wa absaarihim absaari lmunaafiqiin munaafiqiinta indhahana waa ka qabanaa qiiqaasu markii qiyaamuhu soo dhowaado yaakhudu qiiqaasu almuumina muuminka waa qabtaa ka hay-ati zukaami hergab qaabkiisii oo kale ayuu u qabtaa yowma ta'ti samaa'u bidukhaanin mubiin inuu rabaa inuu sidaa ku fasiro yowma maalin ta'ti samaa'u bidukhaanin mubiinin maalinta samadu qiiqa ay la imaada wuxuu ku fasiray ashraadu saacu ka dhigay
تفسيرك خلاف كيسنا وحن كسوا مرني عبد الله المسعود نقول لها خمس قد مضينا شان وابو حلا صور دافوير واحد كبير علي مناي ماها سوق هذا النبي أسوي المركز قاب كانوا أفسروا وحويري فيأخذوا غيقا سوحوا قبنا بأسماع المنافقين منافقين تلقوه دي يو أبصاري من له دي وقبنا يأخذوا غيقا سوحوا قبنا المؤمنة مؤمن كو قبنا كهيئة الزكام هرقب قاب كي سوكال هرقب قاب كي سوكال وقبنا ففزعنا مركز وارقا قحنوي مؤمن كي حتى ما كل عقيقا سؤولي هاي أشراط الساعة فاتيت مركز سمحان أتغير ابن مسعود عبد الله المسعود أتغير وكان وحوها عبد الله المسعود متكئا مدن جيو مالك حصل استي حصل كم مال سلا أصارتي مركز قصة أشياء فغضب وعروض فجلس وفرست أساس آيات كوف سرير فقال مركز وحول عبد الله المسعود من علم قفك وحي قانو وحق فليقل ها هذا له وعلمك وكوها أجي هاي كوها هذا له ومن لم يعلم قفك وحقينا فليقل هيرا الله أعلم qofan wax ogeyn waa inuu san dabaalan u yiri tafsiirka iyo ahadiista iyo qisaska iyo waa inuu san iska dhex dabaalanay hayiraahu allah a'lam fa inna min al-ilm ilmiga waxa kamid u yiri abdullah al-mas'ud an yaqulu qofku inuu yiraaho lama shaygi uu ku yiraaho shaygaas wallahi a'lam uu san ogeyn la a'lam anigu ma ogeyn ilmiga kamid tahay u yiri waxa mas'alada hadaan garanayn ina tiraahu mas'alada anigu ma garanayo mana aqaan caalima tahay markaas saasad ba caalim ku tahay لأنك علمت أنك جاهل بهذه المسألة لأنه واحد أغاتي مسألة إن هذا قرني الله أعلم لا أدري ونصف العلم لا أدري نصف العلم لكن قفك وحي هدوسا قرني هذا نؤيراه وانا قاناه وحي أصيف السير أيه أو ضدك أصي شرح أيه وحي راهان الجهل المركب جهل إلا وقيبيان علمه الجهل البسيط والجهل المركب جهل البسيط كوحوه وحي إن هذا أقولني هذا نادي سكت هاي وحي إن هذا أقولني جهل بسيط عليه جهل اللي مركب كان وحوي وحي متى قانت ما أنا اسمه جد هذانا إن هذا وحي هذا أقولني هذانا اسمه جد قف كم مركب محول أيه مسألة واسدة أسئلية ومسألة واسدة أسمعها ورانا كأوج كلي مسألة أشياء جيسو أنا كأوج مسألة واسدة أسوي نوع عاسو كلا وحي ليرة الجهل المركب جهل مركب ليرة مركب حرون متى بسيط كا مدك بسيط كعن قبش ولاية وقفك ولا كعن قبان كراهو ولا توسين كراهو وروح عن سيدات وفهم سنتهاي هي سيدات وتقان ولولا ما جيده وسيدا وين ولا ده كراه ولا كعن قبان كراه لكن قفك هدو كله عجهل مركب وكله كعن قبض ملها كعن قبض ملها مرك أفر وقيبيان أفر أي قيبيان وحي راهن رجل يدري ويدري أنه يدري قف وحي جرا وحق ورئيس أجي هاي وحي إنه أجي هاي كاس وتوسين ورجل يدري ولا يدري أنه يدري مدنا وحبو يقانا لكن اسمه أغا إنه وحي يقانه ومتك إراهان فذاك عالم فنبهوه كاس وعالم خلطان ويبراروجية وروحا ودوكتها يؤمد الشرح علم واتقانا هي آخر إن ليراه إباهي كاس عالم هرد يقول فذاك عالم فنبهوه كان سدحاد وحي إراهان ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ومذا وحبا أغين هذا اسم أغين وسن وحبا أغين فذاك جاهل مركب جاهل مركب ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري لن كان أفرادنا وحبا وحبا أغين لكن تورتي سوي قانا وحولي وحالا إشيغو وحالا إشيغو ومدو وحكفة إذي سنة ذاتك مركب أفرتاس أي أقيبيان علمات مرك عبد الله المسعود محويري وحويري من علم فليقل ومن لم يعلم قفك وحويري فليقل هيرا الله أعلم فإن من العلم علم وحاكم ذا أن يقول قفك إنه يراه لما يلذيك لا يعلم أسنوين لا أعلم أنه وحا ما أقانه ما أقل إنه يرى علم كم تهير فإن الله إلهي قال لنبيه إلهي النبي يسوح حكوري صلى الله عليه وسلم قل وحد كتراها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أسألك وانوك إذن سؤالا ما يو عليه على تبليغ الوحي وحي كان يدين تاني دين قارسين يو من أجر وح مشارع وح أجراء أنو إذن كوي دي سماي وما أنا أنو أنا كمد ما يهي من المتكلفين كوا إسكلفنا كمد ما يهي مرك قفك هو متكلف قفك يعني كو هذا الذي يتكلم فيه ما لا يعلم فهو متكلف قفك وحو سنقرنين هدو كهذا ليه وقف إسكلف يو وحو سنقرنين وكهذا ليه متكلف وحو يروا إن قريش قريش أيا أبدأوا هدو مرك قصدير ربطة آهيد ويتفسيرك ربطة آهيد يوم تأتي السماء بدخان مبين
تفسيرك دبت أو ربه هذا إنه كبيحيه مرك وحوري ابن مسعود وإن قريش قريش أي أبدأ وكسر ضاهن عن الإسلام إسلام كي كذا هنا وكذا ذا المرن فدعا عليه من النبي نبي قهباري صلى الله عليه وسلم وبارك عليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حوري اللهم إلهي وعني عليهم إله هير قريش إيجا كلمه بسبع تضبط سنة أبارة إله يجوك كلمه تضبط سنة كسبع يوسف كسبع قوم يوسف قوم كي النبي الله يوسف تضبط سنة أبارة ولقص لدي مثل ما إله هير قريش كسلت فأخذتهم هير قريش وحقبتي سنة سنة أبارة أيا قبتي حتى هلكوا فيها سنة الإحديدي إلى إهر قريش أنتوا اللي بدنا يكون هلاك سمين وأكلوا مركزي وحي عنان الميتة بختي يو العدام الله فيه الله فيه بختي هاي وبلولا يعنان ويرى الرجل ننكو أركي جري ما الذي كي أيو أركي جري بين السماء والأرض السماء يا أرض أود حيا كهيئة الدخان قيق قاب كيسو كلو أركي جري قاجد هيس أوجد قاجد أنت هر قريش كبت عرك فير مركو يسيره إسوي عرك قيق أبو أود حيا قيق حقيقة أنا مجري وقاجد قاجد أصوريس قاجد أصوريس قيق عسو فجاءه مركاسا وحا ويمد النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان ويمد فقال مركاسا وحو ابو سفيان يا محمد النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم جئت واتمد تامرنا حالاتنا فريسو بصله الرحم قرابه خيرينتيدنا امرتي وان قومك قومك ان قد هلكوا اباري وهلاكسمين واديكا كو هباري ابا ارابتاسو ابارتاسي كو هلاكسمين فدعوا الله الهي وبري فقرا مركاسا ابن مسعود وحو اخري فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين فارتقب سوق يوم مالين سوق تاتي السماء وسمد الا يمن دونتو بدخان رقيق الا يمن دونتو قيل قاسم مبين عد إلى قوله تعالى إلى قولك إله لا يجار جل جلاله عائدون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إن أنا كاشف العذاب عذابك كويد كفيد أن هو الله جل جلاله قليلا وحيا إنكم عائدون مركز هذا كفر جيني قال مديني أي أدب أقول الله ونسان أفا يكشف ما وحى لقف إذا هو عبد الله المسعود عنهم قال هذا حق هذا عذاب الآخرة مية لقف إذا هو إلا ماشى وحى لفيدة يا يالي هذا الدخان كسيداس آد كوفا سيرتي سقابك آد كوفا سيرتي وحو يري وحا ضبطها الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون عذابك وحيران إن كفيد إنا ضبطها الله ما آخرا مركة جيرتا عذاب جهنم إن لقفوا ضينا يو لقفوا ضينا يو قال ديو أفا يكشف عنهم موحا لقفوا ضينا قال دي حقه دي عذاب الآخرة عذابك آخر ميا لقفوا ضينا إذا جاء عذابك آخر مركو يمادو ميا لقفوا ضينا ثم مركة كبعدي عادو وحي دب أقول لابتين ثم محلو لجدا بعد الكشف markii laga faayday cadaabkii oo maragtahay abaarihii iyo wixii ilaahay uu ka baabiyay heer quraysh caadu heer quraysh waxay dib ugu soo laabteen ila kufriim gaalnimadoodii ayay dib ugu laabteen fadaalika kaasina qawluhu ta'ala macna qawluhu ta'ala wa qawlki ilaahi jalla jalaluhu macnihiisu wiiri yawma maalin xasuusta nabdishu aan qaban doono albadshata qabashadii qabashadaas oo alkubra ee weynid yawma badrina loola jeeda maalintii badr markii la ciqaabay heer quraysh واللزام أنه وحيري يوم بدرنا أيضا لولا جداه فسوف يكون لزاما فسوف يكون مر والبو جزاء أبا المرين توحون غندونا لزاما أي هلكة ونقصها فصير التفسير كهراء بدل ذن هلاقه أي نغندونا جزاها سي يوم بدرنا أيضا لولا جداه خمس قد مضينا دي وضا شنو وحلا صور دعفي أي كم إذا هيدو وقال تعالى جل جلاله ألف لام ميم غلبت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى قوله تعالى لقاره سيغلبون والروم الرومان دولة الرومان قد مضى واحتقوا ولا جبي تقال أسأل وجبي وحا صورنا وقصص مضت قصوين تقوا ويو وحا إيمان دونا يددك وحا دقو قصيني سجوجي وير حا إيمان يأي الدخانة إيمان يأي وحا اسم الجيران شان تاسوي تقانوي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا مثل باب باب قال تعالى جل جلاله إلى يحوير لا تبديل لخلق الله لا تبديل بدل مجرته لخلق الله قال البخاري للدين الله دين إلهي عد بدل كرتاه مجرته قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام البخاري يحوير في تفسير قوله تعالى شيخ حكير خلق الأولين إن هذا كان معها إلا خلق الأولين دين الأولين أي شيخ كفسر إن هذا ما هذا كرماها إلا خلق الأولين دين الأولين وما ذي هو الدين تود ما هني والفدرة فدرة فدرة الحلوجة فدرة الله التي فطر الناس عليها فدرة الله إلهي فدرة ديس اللازمة فدرة إلهي محل الحلوجة الإسلام الفدرة الإسلام ودين إسلام كاللازمة يا الحلوجة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال أخبرنا عبد الله المبارك المروزي قال أخبرنا يونس بن زيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله وسلم مبارك عليه ما من مولود روح الله دلو مجره إلا هدي روح الله دلو وجربه يولد هو شخص يسوال الله على الفطرة دين تالو قرد الله دين تالو قرد محلو الجدا
بمعنى مهيئ لأن يأخذ الدين وحودي أرسن يهدي دين تين وقاته دتك كقل له عنا يدتك دين تودي ذي مية قفك وحال الله على إسقى ودي أرسن إنه دين الإسلام كقاته سو ودي أرسن على دليل فأبواه لبدي سأب شخص جاس أي يهودانه يهودية أو فدردي كليحية فدردي لبدا أبا كليحنا يو أو ينصرانه أما لبدا أبا أي نصرانه يو كريستان كديجا لبدا أبا كريستان كديجا يو أو أما سيمجسانه لبدا أبا أيجا مجوسا كديجا كوا دب عابد كا أو مجوس كديجا يو وحنا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه تسارع وسوقاته وذلك كما سدي تنتج البهيمة نافك حوالها سيدي أردالو ومعنيه سوى حوي مصمى ذات دي سنوى مجهول كما سيدي تنتج البهيمة نافك حوالها سيدي أردالو بهيمة نافك حوالها أردالو بهيمة ذا سو جمعاء دميسترم أرقوغا أما وحرتو وحيد لنا أيضو دميسترم أيهو يدو دالي أيضو دميسترم مركي الله دالو بنا آدم كي أمرك أما دكتا كجيحة يقو علامة أولا جيدة وعلامة سنة ناهليه وعلى مثلاً ينتير هن دكتة كجية حياة قفك مركة تسألها النبي صلى الله عليه وسلم حول جذا قفك مركة الله دلعيه السجوا السليم أو كفر إيه منافق نمو وح السليم كأهو نشاء يا دكجية حاسة وكلا قسم هي دكجية حسيت حوله الله قسم هي وقول لما يستر الله بدي أبوه إيه مجتمع وكل حنولي الله بدي أبي إيه مجتمع وكل حنولي هاي أيه في تردي سليم هذا هيك قلوا عيني إيه كل إحنا يوم سؤال عجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها بهيمة دلانيسة مكدر يميسان من جدعاء مدقوا أن مركي دلانيسة مدقوا أن ميقدش كبعد يفلر يهلو سمايو يعلاموين بني آدم كجح جيحين موي ثم يقول رسول صلى الله عليه وسلم مركي كبعد يحوده فضرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فدرة الله إلزم لازمة فدرة الله إلهي دين تيس لازمة التي دين تيسو فدر الناس إلهي فدر الناس ذاتك إلهي وكو أبوري عليها دين تيني قاتان إلهي وكو أبوري لا تبديل بدليد مجرته لخلق الله للدين الله ساسو شيخ نوغو سوف سيري دين تي إلهي عيد بدلي كرتاه مجرته ذلك كالا سوى شيخي الدين القيم ودين كتوصم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة اللقمان هذه مدني سورة اللقمان وسورة الليلة سورة اللقمان بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى جل جلاله إلهي وحوري لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وحكاية عن قصة اللقمان الحكيم قصة اللقمان الحكيم ووصاياه لولده إيا دردار مديسي وعرور كيس لا دردار مي وحوري مرك عرور كيس مرك الله هذا اللي لا تشرك بالله ويلكي يقيه إلهي وحل وداجن إن الشرك لوداجن إلهي وحل وداجيه لظلم عظيم والظلم وين والله قالي وين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد مربه إسناد كثاني يصدعه جرير بن عبد الحميد قال له عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة علقمة بن قيس الكوفي عن عبد الله إسناد هدو كوفي عبد الله المسعود قال وحول عبد الله المسعود لما نزلت هذه الآية أيضا مركي سودكتي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين كوي آمنوا إله رسوله سرميان ولم يلبسوا إيمانهم إيمان كودين بالظلم وحظلم يأنكو قسن أولئك لهم الأمن كواسا أمن أسقنا ذي آيات دامر كيسو دكتي شق ذلك قول كاس إلهي واردبي على أصحاب رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم صحابي سواردبه وقالوا صحابي وحي راهن أينا كينو لم يلبس إيمانه إيمان كيسا أنكو قسن بظلم نن ظلم إيمانك سكوقة مية جرة فقال رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم محبير إنه شأني ليس المعنى بذاك بما فهمتموه معنوه سلد فهمتين معهن ألا تسمع مغل ميسد مية إلى قول لقمان لابنه لقمان الحكيم هذا الكيسي والكيسي وكيري إن الشرك لظلم عظيم مرك آيات داسنا يعني الظلم يقول حلو لجدا قال لما أنكو قسمه قال لما أنكو قسنا لجدا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى قولك إلهي وبابه جل جلاله إن الله عنده علم ساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت قال تعالى إلهي وحري جل جلاله إن الله إلهي عنده إلهي أكتس وحا هذا علم الساعة ساعة قيامها علم قيده إلهي أم باقرنا يا سبحانه وتعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق وإسحاق بن راهويه الحنظل المروزي عن جرير هو جرير بن عبد الحميد عن أبي حيان ويحيى بن سعيد المعروف بأبي حيان
عن أبي زرعة وهرم ابن عمرو الكوفي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله رسولك عليه صلى الله وسلم بارك عليه كان وحوها رسولك عليه صلى الله عليه وسلم يوما مالي بارزا مد أصوبا بحي للناس ذاتك أصوبا بحي رسولك صلى الله وسلم بارك عليه إذ وقت قاسا أتاه رجل ننا ويمت رسولك صلى الله عليه وسلم ننكاسو يمشي سعاني فقال مركاسو ننكي وحوري يا رسول الله رسولك ما الإيمان رسولك إلهي وإيمانكم حويهي قال مركز رسولك صلى الله عليه وسلم حوير الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسوله ولقائه وإن إلهي رميس إيمانك وملائكته إلهي ملائكته سعد رميس ورسوله إلهي رسوله سعد رميس ولقائه إلهي لكل مدي سنة رميس وتؤمن بالبعث سوصار الدنا وإن رميس بعث قاسو الآخر الدنب وقدر لك سوصار ابن آدمك قال مركز أنك وحوير يا رسول الله رسولك إلهي ما الإسلام إسلام من محيته قال رسولك صلى الله عليه وسلم حديثك جبريل الرواية كالكويمت قال مركز وحي رسولك صلى الله عليه وسلم قال الإسلام إسلام نمدو أن تعبد الله إلهنا تعبده ولا تشرك به إلهنا شيئا وحبادا لو داجن وتقيم صلاة صلاة أد أكتد وتؤتي زكاة زكاة أد بحسد زكاة سؤال المفروضة الفرد يالي وتصوم رمضان بشهر رمضان أد سنتد قال مركز ونكي وحي يا رسول الله رسولك إله ما الإحسان إحسان كنا محويه قال رسولك صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله إلهنا تعبده كأنك أدي وتراه إلهي أركي يوكل أدو إلهي أجيده وكالين أدي إلهي عبده فإن لم تكن هدادا نهين تراه من إلهي أركي فإنه إلهي يراك إساقك وأركي وكوجيه قال مركز وحي لنك يا رسول الله رسولك إلهي متى ساعة ساعة قيامه وقرمة قال رسولك صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها ساعة قيامها الروح اللي يدين أيه بأعلمك كما علم بضنا من السائل الروح وحسائلك والسؤال أيه وكما علم بضنا ولكن سأحدثك وحنك أشياء دونا عن أشراد أشراد الساعة ساعة قيامها علامات كذا أيام كل شيء دونا إذا ولدت المرأة إسلامتها الضيط لشو ربتها سيد كذي وعرورتي هو يدو أي لشيبة أي سيدي سيد كاللوغة بقو أي كبقى يسبا وملح أي قابين يسو يدي أولادي اللي قربين أيضا ملح قابيان وهي عبسدان ووالدك أي كعبسدان أيجي يابا ملح لغا قابسان اللي أمو كلمة حنكويرة أمو كان نحية المهم اللي قبقو هيركاس مركي أرنكو قارو فذاك كاسو عقوق الوالدينكو من أشرادها أشراد الساعة وساعة مركز قيامها علامات كدو كميدي وإذا كان الحفاة كوي مركز حفاة كوكبه لا كواسو العرات إيقاقاونا رؤوس الناس ذاتك ملاحدو ده هدين نقدان هو إسكا قاقاونا يجري فقراد وما رتاب بديها إسكا جوق جري هدين بمضح إيقو أي نقدان فذاك كاسي شأن نقاسين من أشرادها أشراد الساعة ساعة قيامتك دو كميدي في خمس الساعة ساعد في خمس في جملة خمس شن جملة ذي كل حجرتها ساعة قيامته شن تاسو لا يعلمهن إلا الله إله ما نعيدك الأسن وقيد قال تعالى جل جلاله إن الله إلهي عنده إله يكتس وحا هذا علم ساعة ساعة قيامها علم قيدة وينزل الغيث روب كان إله سودجية ويعلم إله حقوق سوينيهي ما في الأرحام المقالين يالك وحق جران إله وقيهي ثم انصرف الرجل ننك مركز واقدوم واسكتهي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ردوا علي ننك يقصوا عليا فأخذوا وحي قدقلان أصحابتي ليردوا إني ننك يسوا عليان فلم يروا شيئا وحبا ما يسان أركين إلا ملقواها سائلكم ملقواها فقال مركز رسول الله صلى الله عليه وسلم حوري هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم كانوا جبريل وهاي وحوي من ذاتك إنه الدين تدبره قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان هو الكوفي قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الذي ينتسب إلى عمر بن الخطاب سيدنا عمر الخطاب ونسبة شكته أن أباه حدثه أبيه سأشيغي أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر وحيري قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم وحيري مفاتيح الغيب غيب كفريال كيس خمس شنوي ثم قرأ مركز عبد الله بن عمر وحو أغري إن الله عنده علم الساعة ثم قرأ النبي قل ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وحو أغري إن الله عنده علم الساعة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة السجدة هذا من دني سورة السجدة وسورة الليلة سورة السجدة بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال مجاهد المجاهد وحوير في تفسير قوله تعالى وحكور مهين ضعيف نطفة الرجل ساس وكفسري ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أيضا سفسير الشيخ وحوير ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين بيم مهين أيا إلهي كأبو ريب بني آدم كمهين مركب محاله لجيدا ضعيف بيس كالضعيف وتقدر ونأود لهين يلا أبو ريب نطفة الرجل هو نطفة الرجل وأنك لبعدي سبياو يعس بيها لك أبو ريب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ الحكوري ضللنا هلكنا أيا لجيدا وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد وقالوا قال دي وحي راهن إذا ضللنا في الأرض دولك دحديسا هلكنا دولك دحديسا قبورها دحدودا هدان كوبابانن كو هلاكسنو
أئنا لفي خلق جديد ومركز أبو رش عصمية جديد بعثي ديدين بعثي إنكر يوم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن عباس يسوون وحوري الجرز معناها لرجاله التي وأرضدي لا تمضر أن الروبين أو ربك أن لهين أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرزي أيضا سوشاخ وشاري أولم يروا ما إسان أركن مياه أن نسوق الماء بيها إن كحينه إلى الأرض الجرز لولك جرس كا إن الرب كأوضن حقيسه جرس كمرك محله لجدا التي يكفس الأرضدي وي لا تمضر أن الروبين ودولك سيدة بدن أسان روبك كدئين إلا مدران روب ماهاني روبك أسو الله يغني أن كترين عنها أرضاد حقيقة الشيء وحبا أن كفايدين وحبا أن كترين روبا وحبا كترين وحبا إسان كسور دالنين ونواد يكسور دالنين أرضاد ساسان انت روب كردن أي وحصور داليوي بقدرة الله إلهي أوديس أي عوس يكسور داليوي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ الحكير يهدي يبين أيال لجهد أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم أولم يهدي لهم أيقوا مع الدان المية كم أهلكنا من قبلهم أنت أيقى كهر أنه هلاقني ومع الدان المية وما يسنع ركن المية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى هذا من كان باب قوله تعالى قولك إلهي أبابيه جل جلاله إلهي يوري فلا تعلم نفس ما أخفي الله من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس نف ما أوغى ما أي الذي كي أخفي اللهم دتك أدوما الصالحين تاوحي الله قريي أو من قرة أعين عندها قبوس قودية وحا يكفر حدونان أو الله قري النف أقم جرثور إلهي جل جلاله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله والمديني البصري وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال رسولك صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إلهي جل جلاله حديث القدس وحكير أعدت العباد الصالحين الضمد الصالحين توحن الدياري ما شيء شيء قاس الله عين إل رأت إيسان أركن ولا أذن دقنا سمع إيسان مغلن ولا خدر عن كسور دعين على قلب البشر قف بشر وابن آدم قلبي يسان كسور دعين. قال أبو هريرة وحوير اقرأ وأخري إن شئتم هداد دون إيسان فلا تعلم نفس ما أخفي الله من قرة أعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحدثنا سفيان السابق في الإسناد اللي لجدا سفيان كدنا سوى مرنوي سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة قال أبو هريرة وحوير قال الله تعالى إلهي وحوير مثله مثل الحديث السابق تحديث كاسو كربا حدثنا الغور كيور عن عنا كجرتي. قال الإمام البخاري إمام البخاري رحمه الله تعالى وحوير قيل للسفيان سفيان كادان سومرني وحا لغيري رواية تنمية حديث كان مسوى أديق الفاظ داد ما أديق نوع عبري حديث كا رواية تروي هذا الحديث رواية عن النبي ما حديث النبي قاد كوري سيو السنة كاقو النبي قاد قيل إياه صلى الله وسلم وبارك عليه مسوى حديث أديق اجتهاد كاقو الدلال كاقو أدنوغو شيكتي. قال الشيخ وحوير سفيان فأي شيء ومحان كالون شيكا ما أنا إلا الرواية عن النبي ما هان كلون يدين شيء إلا الرواية عن النبي وركن أدين شيء والرواية النبي كسر ناتي صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش وحكوري عن أبي صالح قرأ أبو هريرة وآيدي هذا أن صامر وأغري قرات أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين جمع سوء أخريه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر هو البخاري قال حدثنا أبو صامة حماد بن صامة الكوفي عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يقول الله تعالى إلهي حولي حديث القدس كله أعدت لعبادي الصالحين الضمد الصالحين توحن دياري ما شيء شيء قاس الله عين إل راد إسان أركن ولا أذن دقنا سمعت إسان مغلن وحي لها قرآن كي حديث تلقو الشيء أو من نعيم الجنة كمذا نعيم كجنة كمذا وحن مقلنيه أو قرآنك إلهي أنه شيء جل جلاله وحكى لا جيرو إلهي حديث قدسي عن كله وحكى لو قرآنك أن لدينك شيء أحاديثنا أن لدينك شيء عد أن أشيغنا إسان جيرونا كيدها جيرا أدو مدد صالحين تأه أنو دياري جل جلاله ولا خدر عن كسر دعين على قلب البشر على قلب بشر روح بن آدم حتى قلب قيسة وحا إنو هلي عن كسر دعين ذخرا حالو يا كيد وحاس كيد أن دياريه من بله ما من غير ما شيء غير كيس حال وياه وحاس أن كيديه وضلعتم ليدن دال عسيه عليه شيء قال لي دال عسيه وحقيقة لين كود دال عسيه في القرآن الكريم قرآن ككريم كوحا ليدن كوش يقوه من نعيم الجنة اسكتاف كاسواد مقشينه وحكا لو أدنان مغلن ولينا قلبك أن كسو دعين أي أدوما دي صالحين تانو ديارو إله جل جلاله اللهم اجعلنا من عباده الصالحين الله أدوما صالحين تانو قدر. ثم قرأ رسولك صلى الله عليه وسلم مركز وحو أغري فلا تعلم نفس ما أخفي الله من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله سبحانه